أو بدون دخولية أو دخولية أهازيج وصيحات، إلى نجلس نتكلم شوية، يجي الضيف ناخذ درس اللي هي المدارسة اللي على طول من الدخلة على المدارسة دايركت. المدارسة طبعا ما فيها كلام، طبعا الدخلة مو على طول مدارسة، الدخلة سلام وما سلام وكذا وترحيب زي الأطفال اللي جوا، إلين يدخل الشيخ. طبعا اليوم تأخرت الدخلة، ولا المفروض هوا خلاص 5:30 هوا، نحن المفروض يعني نبدأ هوا، فالمدارسة تصير تبدأ يعني على 45 مثلا أو شيء زي كذا، وتستمر لها 20 دقيقة أظن أو شيء زي 25 دقيقة. الجو برد شوية. تنتهي الضيف في الأصل يعني إنه نطلبه إنه يفطر معانا، يعني يكون يفطر معانا وكذا، وإذا حاب يمشي ما نقدر يعني نربطه معانا. أيوة يمشي يمشي. طيب إحنا نسقنا الآن ضيف المدارسة ولا باقي؟ ضيف المدارسة إحنا نسقه صح؟ طبعاً. كل الضيوف. كل الضيوف اللي فيهم. كل اليوم. كل أيامك عندك. إحنا إيش قلت هناك؟ قلت ميزة البرنامج هذا إن إحنا اللي نديره، يعني إحنا اللي نمشي البرنامج، الضيوف، الفقرات، شغلات زي كذا، الأشياء اللي منقدمها. بعد ما ننتهي المدارسة نفطر فترة الفطور. فترة الفطور إذا كان في فقرة أو إذا أفطرنا الهواء ينتقل طبعا، أو الفقرة قصدي تكون فقرة للصغار. حتى اليوم صار ذا الشيء يعني انتقل. اليوم اللي كان معنا عمر هذه فقرة فتيان وكذا. كل يوم كذا. ايوه بعد الفطور مباشرة. بعد الفطور يعني نفطر ونفطر طبعا، نصلي المغرب نجي شوية نروح. والأصل ان احنا نجيب ضيف صغير كذا؟ زي كذا. كل يوم. اي زي كذا. مو شرط ضيف صغير. او شخص مهتم بالمجال. او ايوه شيء يجيب شخص مربي. ايوه شيء خاص بالفتيان. اوكي طيب. وفي بعدها نصلي التراويح والعشاء. تمام. وزي كذا. رياليتي. ايوه. اجتماع كل فريق مع بعض. لا. الليل. لا ما اظن هذه استثناء. هذه استثناء. اليوم الاول انا ما ادري ايش ملخبطين هم، او ما ادري ايش مجهزين يعني الشباب. هي وين هالقريه اصلا؟ والله ما شاء الله تبارك الله جميله. بعد كذا في القريه الشعبيه. طيب طبعا القريه الشعبيه فيها فقره يوميه. يوميا ايش عندنا؟ عند كل فريق. كل يوم فريق. اليوم عندهم فقره هناك، وفي يوم الرابع فقره الضيف. انت تستثمر القريه الشعبيه بشيء اللي تشوفه مناسب. الفقره هذه مش شرط يكون الفرق الثانيه موجوده الا. طيب يعني ايش الفقره؟ ايوه كل ما ادري عنهم هم يعني هم قاعدين يجهزوا الان. بس اشوف فريقهم جالس. هم قاعدين ها ابو عمر عندهم فقره، هم مجهزين فقره في في القريه. كم مدتها؟ ما اعرف والله ما اعرف، اظن يعني انا عندنا من بعد التراويح الين السحور وصلاه الفجر. ايوه صح؟ ايوه هذه المده كلها ايش؟ هذه حيكون بس فقره في من الساعه اظن واحدة، من الساعه واحدة الى 2:30 اظن او الى 3. هذه فقره يكون فيها ضيف عليه الكلام يعني. من واحدة الى واحدة الى 2:30 ساعه ونص. ساعه ونص لقاء. هذا ضيف يعني مستوى عالي. أوكي. نستضيف ضيف ثقيل. جميل. ايوه مو شرط انه يكون في مجال محدد. مو شرط انه يكون مثلا ضيف ايوه مو شرط انه يكون في مجال محدد، نقدر نستضيف مثلا طبيب، نقدر نستضيف مثلا مهندس. تفضل يوسف ربعك فوق تبي شيء؟ امير والله ما ادري. هناك في القريه. في القريه يقول في القريه الافكار. ايوه انت هاني مستشعر انه احنا ترى الفريق. شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.